مرة تانية برجع لأواصل الحوار مع ضيفي الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، وكان قد ألح على فكرة إن جبهة الإنقاذ عليها أن تستمر لتظل مظلة حتى للاختلافات الموجودة داخلها، لكن السؤال هو لماذا عليها أن تظل؟ ليه عليها أنها تفضل؟ إيه الدور اللي ممكن تلعبه؟ شوفي الـ 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 مهما قيل، وأنا مش بدعي يعني بطولة ولا حاجة، لكن جبهة الإنقاذ لعبت دور في مقاومة حكم الإخوان المسلمين. الضعف شوية كان في جبهة الإنقاذ، اللي هو كان إن الشباب ما لعبش دور كبير في القرارات اللي خدتها الهيئة العليا. فأنا بعتقد إنه المستقبل اللي جاي لمصر هم الشباب. فالجبهة أنا يعني بشيوخ اللي زي حالتنا بعتقد إن عليها دور إنها توصل هؤلاء الشباب إلى أنهم يبدأوا يمارسوا الحياة السياسية والتنفيذية في مصر، وده دور مهم جدا جدا. إحنا مؤهلين في الجبهة إن إحنا نلعب هذا الدور. طبعا أنا ما بقولش إن مفيش تكتلات أخرى سياسية قائمة بتلعب هذا الدور أو تستطيع أن تلعب هذا الدور، لكن إحنا مؤهلين أكتر لأن إحنا يمكن أغلب الشباب ملتف حوالينا، حتى لو بعد كده المعركة الانتخابية وخصوصا المعركة البرلمانية كل ما هو معروف عنها من تجاذبات وتلاسنات ومعارك طاحنة أحيانا مش ممكن أنها تعصف لهذا الكيان على خلفية صراعات انتخابية؟ ما هو دي شطارتنا، زي ما قدرنا نلم. هو حضرتك عارف تتصورتي أن رغم أنه كان لنا هدف واحد، أن احنا في الفترة اللي كنا فيها بنقاوم جماعة الإخوان المسلمين ما حصلش خلافات بيننا. ايه ابرز الحاجات اللي اختلفتوا عليها؟ ايه ابرز الحاجات اللي اختلفتوا عليها؟ كتير. طب تجاوزتوها ازاي؟ تجاوزتوها ازاي؟ نتعلم. تجاوزناها ازاي؟ اسمعي، اصله لو هضطر اتعرض لاشخاص، وبالتالي انا افضل انا يعني نفسي بعد ما اخلص الحكومه يعني اخرج من الوزاره ان انا اكتب مذكراتي عن من اول 2011 لغايه ما خرجت من الوزاره بما فيها فتره فهكتب وهقول باسماء رمزيه. هل لو خرجت التفاصيل دي للعالم ممكن تودي مثلا بالمستقبل السياسي للبعض؟ ممكن تضايق ناس، ممكن تضايق ناس، بس طبعا لازم اعملها. لازم اعملها لانه ده تاريخ، فهعملها وامري لله يعني. وبعدين لما بقى اتشتم مرتين ولا ثلاثه مش مشكله كبيره يعني. يعني اذا كنتم انتم ما قدرتوش تحتفظوا على كيان كان اكثر تجانسا زي حزب الدستور وحدثت فيه هذه الانقسامات، لماذا نتوقع منكم ان انتم هتقدروا تحافظوا على كيان اقل تجانسا زي جبهه الانقاذ؟ لانه الحقيقه بالاضافه الى الاهداف اللي احنا ممكن نحققها، هذه الجبهة على رغم الاختلافات اللي فيها من الناحية السياسية والمعركة اللي دخلناها أدت إلى أنه قامت بيننا ألفة مش هنقدر نسيب بعض. يعني يمكن المسألة ودي غريبة لكن ده جزء من يعني انقسام حزب الدستور عشان حضرتكم ما عرفتوش تتألفوا مع بعض؟ لا. عشان إيه؟ حزب الدستور له قصة طويلة، لأنه حزب الدستور ما 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 حصلش اللي حصل فيه ده مؤخرا. حزب الدستور كان بيواجه هذا الموضوع من زمن طويل، لانه التنظيم بتاعه كان تنظيما سيئا. كان سياسيا مجمع شباب، انما التنظيم نفسه كان سيء. هل هو صراع بين شباب وشيوخ زي ما البعض بيحاول يصوره؟ اطلاقا اطلاقا. وحضرتك هتشوفي الكلام ده وهيظهر للعيان في المؤتمر الاول بتاع الحزب. هل لعب البعض ادوار، بعض السياسيين ادوار في محاوله لقسم هذا الحزب؟ يعني الجميع تقريبا بما فيهم حضرتك نالكم نصيب من الاتهامات بان بتفتيت الحزب. مظبوط. وبمحاوله بعدم القدره على الاحتفاظ به على الاقل متماسك. مظبوط، ده صحيح. هل شايف حضرتك انك تتحمل قدر من هذا اللوم؟ اطلاقا. الحزب كان ناقصه الانضباط، وده اللي بوظه في التنظيم. كان ناقصه الانضباط في التنظيم وده اللي بوظه، لانه القيادات بتاعته ما كانتش عندها القدره انها تاخد قرارات. الحزب شايف، الناس كتيره شايفاه ان هو كان يقوم على مركزيه شخص واحد ورمزيته هو الدكتور محمد البرادعي، وده صحيح. وان خروج الدكتور محمد البرادعي من الحزب قد يجعل انهاء الدور اللي ممكن يلعبه في الفتره اللي جايه محدود او هامشي. طبعا لا شك ان محمد البرادعي لو حب يرجع للحساسيه هيكون متاثر جدا بما حدث في حزب الدستور، ده ما نقدرش ننكرها، كما
انه حزب الدستور نفسه هيتاثر بالموقف اللي خده محمد البرادعي. هو ما نقدرش نقول احنا اكتر من انه محمد البرادعي يعني الحزب كان محمد البرادعي وقام حوله تنظيم صحيح، وفي دي كانت العاطفه عنده اكتر من التنظيم، انا بقولها بصراحه يعني. ويعني بالنسبه للتنظيم، بالنسبه للموضوعات السياسيه انا كنت على وفاق تام مع محمد البرادعي، بالنسبه للموضوعات التنظيميه كان بيننا خلاف. طيب دلوقتي يا دكتور محمد البرادعي خارج حزب الدستور، لو عملنا معادله رياضيه قلنا حزب الدستور ناقص الدكتور محمد البرادعي يساوي؟ لا يساوي كتير. خدي بالك انه احنا ما زال ملتف حوالينا في الجبهه جميع 22 محافظه من شباب حزب الدستور اللي خرجوا من الحزب، يعني يمكن اللي فاضل في حزب الدستور 5 محافظات فقط من الشباب. هل الصراعات السياسيه، وخلينا نستخدم مصطلح دارج، نفسنا بين بعض السياسيين كان ليها دور في ازمات حزب الدستور المتكرره؟ انا اعتقد انه يعني حصل انه فتحت الباب امام حزب الدستور دون يعني وجود ضوابط ادى الى تنوع في الافكار السياسيه داخل الحزب، وادى برضو الى بعض اختراقات قصد بها هذا الحزب، وفي بعض تصريحات اللي كان مسؤولين في الاخوان المسلمين انهم هيعملوا على هذا. يعني حضرتك شايف ان جماعه الاخوان المسلمين استطاعت ان تخترق حزب الدستور؟ في اختراقات حصلت لحزب الدستور. في اختراقات حصلت ولا تزال مستمره؟ لا، اصل الحزب دلوقتي ما عادش في حد. يعني الحزب بقى عدد قليل جدا جدا بخروج المحافظات منه وبخروج اغلب القيادات، اكثر من 150 قياده منه. خلاص الحزب نفسه يعني ما عادش حزب الدستور كما كان في بداية نشأته. البعض راهن على هذا الحزب أن يلعب الدور اللي لعبه حزب الوفد مثلا بعد ثورة 19. كان ممكن أن يعمله الدستور، كان ممكن يعمله. مين الحزب المؤهل للعب هذا الدور في هذه الفترة؟ ما فيش، وعشان كده الجبهة أصبحت ضرورة. هل الجبهة تستطيع أن تلعب دور مفترض أنه هو يلعبه حزب سياسي؟ المفروض آه. بص إحنا محتاجين تكتل، محتاجين تكتل وتكتل قوي، حتى لو ما كانش الجبهة، وأنا دايما بقولها لازم يكون في تكتل مدني قوي يستطيع أن يسند الدولة المدنية رئيسا وبرلمان. طيب بخلاف هذا التكتل هناك شباب كثير كان حتى لو لم يكن تنظيمي لكنه كان يؤمن أو يتماس أو يعتقد أو يصدق أفكار التيار الإسلامي، وبالتالي هذا الشباب الآن وموجود سواء في الجامعة أو خارجها يحتاج إلى حضرتكم، إلى السياسيين، يحتاج إلى كيان يستطيع أن يعبر عن نفسه فيه إذا اختلف مع أفكاركم. إيه الشكل اللي حضرتكم تصوره لهؤلاء الشباب؟ هيتجمعوا إزاي؟ هيكونوا اتجاهات جديدة ولا في كيانات هتستوعبهم، ولا هيكون مصيرهم إيه ودورهم إيه في الفترة المقبلة؟ والله مرة أقول لك على حاجة، أي تنظيم سياسي النهاردة هيقوم علشان يلعب دور مهم في الحياة المصرية لابد أن يستند إلى الشباب، لأنه الشباب هم المستقبل. والحقيقه يعني ده هيخلينا نرجع لورا شويه. حضرتك عارفه انه احنا عشنا اكتر من 40 سنه، من 50 60 سنه الديمقراطيه هي الحزب الواحد والنقابه الواحده والجمعيات ينظر اليها او العمل الاهلي ينظر اليها على انه غريب، وبالتالي مساله المشاركه لم تكن بالنسبه للاجيال بتاعتنا وارده. اللي بيشارك هو اللي بيختاره الحاكم، انما اذا الحاكم ما اختارش واحد لا يستطيع ان يشارك. النهارده اللي احنا كسبناه من الثوره، رغم الناس بتقول لك عملت لنا ايه الثوره، لا الثوره عملت كتير من غير ما ناخد بالنا. اول حاجه انها ادت القدره لكل المصريين على ان ينتقدوا. صحيح يمكن يكون بزياده شويه، لكن ده طبيعي لما يكون شعب محروم من الحريه ثم يفتح باب الحريه امامه لابد ان الكل يتكلم، وكل يتكلم ده مش وحش. وعشان كده انا دايما اقول لما يسالوني اللي كانوا بينتقدوك اقول لهم ده مظهر صحي جدا، لانه زمان كان مفيش نقد، كل يعني ليس في الامكان ابدع مما كان. النهارده الناس بتتكلم. هل حضرتك شايف ان شباب امن بافكار بعينها ثم سقطت امامه لانها كان فيها مشكله، لان من حاول تطبيقها كان فيه مشكله لكنه لا يؤمن بالافكار الاخرى؟ يعني مؤكد ان الشباب اللي انتمى للتيار الاسلامي فكريا
أو وجد ما يتمس مع أحلامه وهو مختلف مع أحلام حضرتك وتصوراتك عن الدولة أو التيار الذي تمثله، أين سيجد نفسه في الحياة السياسية في الفترة المقبلة؟ دي معضلة صعبة جدا. وإحنا على فكرة بالمناسبة في اللقاءات اللي كانت معمولة مع الشباب في خلال الأيام اللي فاتت، أنا حقيقي يعني كانوا بيحملونا مسؤولية على الأخطاء اللي كان أخطاء مننا اعترفنا بيه، وحملناهم برضو مسؤولية عن أخطاء. هم أقرب إلى التواصل مع هؤلاء، يعني هم بيقولنا أنتوا عملتم إيه لهم؟ لا أنتوا اللي عملتم إيه لهم، ما أنتوا نزلتوا الشارع، والمفروض أنكم بعد ما خلصتوا الثورة بتاعتكم تبدأوا تشاركوا في الحياة السياسية. من أهم ما يمكن تشاركوا الحياة السياسية أنك تكلم الآخر، أنك تشوف. وبعدين لأن هم كمان أقرب لي مني أنا، في فرق السن بيننا وبين بعض هيخلي في فرق في التفكير، لكن التفكير بتاعهم هم حتى لو كانت الـ 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 يعني المبادئ السياسية اللي بيعتنقوها مختلفة، لكن هيبقى في قرب في التفكير أكتر مما يكون بينه وبين الجيل بتاعي. جميل. ورغم ذلك حضرتك توليت ملف مهم وهو ملف التواصل مع الشباب، ما الذي خرجت به من هذه اللقاءات؟ وأستمع إلى إجابة حضرتك بعد هذه الوقفة القصيرة. ابقوا معنا.